اوكي بس اشوفوا السلايدات رجعت. نعم تواجه عن السيدات. اوكي هسه راح اسجلها كل هالسكرين ويا الصوت مالتنا. زين تمام جيد عاش ايدك ذكرتني على التسجيل. زين الاوفر جيت هنا بهيجي حاله. ها هسه خلينا نرجع بس نوضح لكم. انتم طبعا جاوبتوا انه هو كلاس 3 يكون المولر بهذه الصوره. هو صحيح الاجابه صحيحه. اللي ما عرف راح نوضح لكم. هنا هذا السنترال بصف المفروض اللاترال. ما يصير اشتبه بين اللاترال والسي. هذا سي مو بالامتحان تقول لي والله هذا اللاترال. اول شيء ليش دا يطلع اللاترال يعني بعيد عن السنترال؟ دائما اللاترال يطلع قريب او كراودد ويا السنترال. نادرا ما يطلع اللاترال سبيسد ويا السنترال. هاي شغله. الشغله الاخرى هذا اللاترال شكله يختلف تماما عن السي. السي يختلف واللاترال يختلف ما يشابه نهائيا. واضح؟ فاذا هذا سي، اذا بما معناه انه هذا اللاترال مو موجود. واضح؟ اللاترال مو موجود. انه ممكن يكون كونجنيتال ميسنج، ممكن يكون امباكتد او بليتالي ديسبليز ما طالع بالصوره صاير بالكروس بايت كلش بليتالي وهكذا، وان كان هو طبعا ما تصير هيك عاده. بس انا هم حتى نوضح لكم اكثر اجي اشوف انه هذا البيشنت الفور الرابتد اذا عمره صار 10 سنوات هذا اكثر اقل بشويه اذا اللاترال ما طالع. قد يكون كونجنتال ميسنج لان عاده لاترال يبين يا اما يطلع ديسبليست يا اما يكون باليتال. ما يصير بي امباكشن لاترال الا ما ندر. فاذا هذا اللاترال ممكن يكون كونجنتال ميسنج. هذا سي نون الفور بدا طالع زين اذا عمر المريض قلنا 10 سنوات ممكن شويه اكثر اقل. هذا الاي هذا السكس نون السكس. اذا السكس هذا الميجيو بوكال كاسب مالت الابر سكس. هذا شنو خلي اتاكد هذا اللور سكس لو اللور اي هم خلي ارجع. هذا الميد لاين سنترال لاترال كناين فور. هذا شنو الاي لو 6 هنا ال 6 ما طالع ما هو لعد هذا ال 6 زين لعد ال 5 شنو ال 5 قد يكون شنو امباكتد. وضحت الفكره؟ هيك نسوي دايجنوسيس هيك نعرف وين المشكله اللي صايره. يعني راح اعطيك مثال. انا راح شوي اعطي امثله بس خاف اطول عليكم. اذا ضوجون قولوا لي حتى امشي بالسلايدات اسرع. اوكي يجيك بيشنت مثل يجي دكتور هذا عندنا مشكله هذا السنه مثل هذا طالع بوكالي او هذا السن اللاترال مثل صاير كروس بايت او ما طلع عنده هذا السن. اوكي البروبلم هو هذا الكومبلين مالته نفس هذه الصوره وهو كل شوي يعني تواجهنا. اجي اشوف المشكله مثل هو كونجنيتال ميسنج لاترال اقول ما عنده مشكله ما عنده مشكله هو توث عنده وان اربتد وعادي يعني هو من قدره الله. احنا نشوف بعدين يا اما نسوي له مثل بريدج يا اما مثل نسوي له ريشيبنج نسوي له اورثو والكناين يجي يحل محل اللاترال وهكذا من هالحكي هذا. بس وين المشكله الحقيقيه؟ هنا أنا ابدي اسالهم انتوا قالعين الاي اي والله دكتور قبل كم سنه تسوس ورحنا شلعنا له اياه. هنا كارثه صارت عندك انت. ايش صار؟ قلعوا الاي صار ميجر مايجريشن بال 6 ال 6 اقترب على ال 4 اخذ السبيس مالت ال 5 ال 5 بقى امباكتد. واضح؟ حتى تكون متاكد 100% اول شيء اقول لهم احتمال اكو سن يكون جوا ناخذ اشعه يا الله نتاكد ندزه على او بي جي او بير ابيكال نشوف الفايف هل انه هو امباكتد لو احيانا شي يكون الفايف هم كونجنيتال ميسنج ممكن. واضح الفكره؟ اذا كونجنيتال ميسنج خو بعد الموضوع يعني خلينا نقول يصير اسهل. واذا لا والله امباكتد شوي اصعب الموضوع. ليش؟ لان هذا اذا امباكتد يا اما سيرجيكال اكستراكشن يحتاج يا اما اورثودونتيك تراكشن. نفتح له سبيس بالاورثو بعدين نسوي له تراكشن او اكسترجن باي اورثودونتيك تريتمنت. واضح؟ اعطيكم نقطه اخرى. ممكن هسه انت تصير يعني ممارس او روتيتر تقوم تحول تجيك هيك كيسات تقوم تحول السيرجن مثلا. عندك امباكتد لور 5 بيشنت خلينا نقول ادلت مثلا او عمره 16 او 17 سنه ماكو سبيس لل 5 تحوله للسيرجن. اللور 5 مو مثل بقيه الاسنان كلها. يعني الامباكتد كناين
impacted third molar هذين ما بيهن مشكلة ينشلع إلا الفايف. الفايف مصيبة. هذا طبعا أنا مختصاصي بس أنا من خلال تعاملي ويا سيرجنز أكثر من واحد سواء بالنجف أو خارج النجف من أحول للفايف يتجبجب ما يرضى يقلع يرجع يقول لي حاول تسحبه بالأورثو أو فتشي صعب ما يجي ليش؟ طبعا كان المفروض احط لكم في الصوره مال امباكتد لور 5 بس طلعوا او بي جي بالجوجل او بي جي بالجوجل وشوفوا المشكله وين. قمت اسال السيرجنز يابا هذا ليش ما تقلعوا الفايف؟ يقولون هذا احنا مو نريد نفتح فلاب لازم لينجوال فلاب هو صاير كلش ديب اول شيء قريب على الكنال الانفيرير الفيلار كنال اللي بيها النيرف والفيزلز واضح فكلش وارد من الحركة يروح مور ابيكالي يضرب النيرف ويضرب البلد فيزلز ويسوي بليدنج قوي. هاي واحدة من المشاكل بس قالوا هذه هم مقدور عليها مو في المشكلة. المشكلة الثانية بالفلاب مالته الفلاب تعرفون انتو اللينجوال نيرف والارتري 7 هي هاي اللينجوال فلاب بالفيستيبيول فيقول من نفتح الدورات تحتاج الفلاب ننزلها مور ابيكالي هنا طبعا يصير تروما ايضا للنيرف والارتري والبلد فيزلز وتكون مور دينجرس. الليميتيشن الثالث الاتاتشمنت مالت المايلوهيويد مصل احيانا يحتاج تتنزل الفلاب بلو ذا اتاتشمنت اوف ذا مصل وهنا كل لازم شيء يسوي يقص التندن ويقص المصل اتاتشمنت عن البون يفصلها حتى يقدر يوصل اكسس لهذا المكان البعيد وهذا يقولون كلش دينجرس ليش صعب السوتشرينج مالته يصير رابتشر بعدين بالسوتشر ترجع تنفصل المصل عن البون يصير سفوكيشن عند البيشنت ديفيكولتي ان بريثينج ديفيكولتي ان سبيتش ان سوالوينج بالفانكشن مالته كلها تتخربط لان هذه مصل وتفصلتها عن البون واضح الفكره. فلاحظت اني اكثر السيرجنز يتجنبون عمليات اللي يكون امباكتد فايف كلش ديب ليش كلش تروماتيك ودينجرس الاوبريشن مالتها واحيانا قسم منهم يقول انا اشتغلها جي اي حتى يكون بعلمكم واضح. فالسيرجن اللي يشيل الفايف واللي هو كلش ديب يعني معناته هذا السيرجن يكون افيشنت ومتمكن من عمله زين. صح يقول زين دكتور لا شلون بهيك حاله اذا السيرجن رجعه وقال هذا خطر هو لازم نقلع مثلا ما عندنا سبيس شو نسوي انا شو اسوي بهيك حالات حتى اعلمكم يعني بالمستقبل شلون تتعاملون ويا هيك حالات. هو الفايف كلش ديب يعني حتى بالاورثو ما يجي اقلع الفور اوكي اقلع الفور من تقلع الفور الفايف حيصير بي شويه اراشن بس بشرط يكون ما بي انكلوسيس ما بي سمنتوسيس مو دايلاسريتد الروت مالته بهيك حاله لا لازم نقلع ما بي فائده حتى لو نقول العمليه صعبه شيله بس اذا لا اوكي الروت مالته وما صاير بي انكلوسيس نقول للسيرجن اوكي احنا راح نقلع الفور ونبدي شوي نحافظ على السبيس ونشتغل اورثو الى ان ناخذ او بي جي ورا كم شهر نشوف الفايف يصير بشويه اربشن يصير قريب من الفيولار بون. فاذا بقى بعد بون اكو عليه نرجع للسيرجن لان يفتح فلاب يشيل البون نحط الاتاتشمنت مالتنا ونبدي نسحبه للفايف. احيانا لا يصعد كلش الفايف بحيث يصير بس سوفت تيشو فوقها هيك حاله انا بعد ماكو داعي ارفر طي انستيزيا بسيطه وبالليزر افتح اسوي ويندو بالليزر وابدي اسحبه واضح. كلش هواي مشتغل بشي حالات كلش هواي هذه صعبة علي بس سهلة للمريض يعني أنا من أسوي هالشي هذا يسموه more conservative approach إنه أنت شو تسوي تقلع الفور وتسحب الفايف ليش لأن تتجنب المريض difficult surgical procedure واضح وأيضا الكوست مالتها عالي هذه حيكون فأنا دا أقلل على البيشنت الكوست مالت السيرجري دا صعب علي الأمور بالأورثو بس هذا conservative approach جهاز وبحلقة بدل ما خلينا نقول سنة ونص ممكن سنتين نحتاج مو في المشكلة ست شهور زيد العلاج بس أجنب مشاكل الاتاتشمنت مالت المايلا وهي المصل وغيرها وغيرها واضح الفكرة. شوف احنا هذا أول سلايد شوف ايش قد طول النبي زين يعني شوفوا شباب المشكلة احنا عندنا وقت أنا ما أريد أطول لأن أنتم مو بس عندكم أورثو بس هو يعني العلم هو هيك شيء عن ترى يكون مش شعب يعني حتى أنت خلينا نقول تكون ملم ما تكون ملم بكل شيء مستحيل تكون ملم بكل شيء بس ملم بقدر كافي من المعلومات بطب الأسنان وبالأورثو هيك شيء نشرح الحكي هيك بهالطريقة هذه تتعلم. هسه أعطيكم أكو مقولة بنهاية المحاضرة
بس هذه راح اتاكد الكلام مالتي. البرسنتج مالته هو 50%، 50% من البيشنت هم كلاس 1 مالوكلوجن، يعني هم اكثر شيء جماعه الكلاس 1، لا هم جماعه الكلاس 2 ولا الكلاس 3. اكثر المرضى اللي يجون للعيادات يردون اورثودونتيك تريتمنت 50% of them are class 1 malocclusion. طبعا احنا راح نعرف شنو هن الكلاس 1 malocclusion. نقطه اخرى، عفوا، الاوفرجيت يكون نورمال، in some cases could be either increased or decreased. هسه هاي راح نشوفها هنا، يعني هنا تشوف هنا هذا class 1 malocclusion، الاوفرجيت هنا يكون decreased، يعني كأنما تحسها H to H صاير أقل من النورمال اللي هو 2 to 4 مليمتر. أوكي، هنا هذا الأوفرجيت within normal within 2 to 4 مليمتر، هنا الأوفرجيت هو أكثر من 4 مليمتر، شوفها كأنما class 2، بس هو إذا تشوف the lower incisal edge occlude on the cingulum plateau أوكي or above، بس شي يصير change بالaxial inclination. السبب مالته هذا شنو؟ طبعا soft tissue muscles بالدرجة الأساس واللبس. أوكي، هذا كيسي مثل باي ماكس، هذه خاف واحد يشتبه، هذه باي ماكس كلاس 1 مال اوكلوجن، باي ماكس الانسايزرز تقريبا كلاس 1 بس الاوفرجيت ريدوست، الليبس بروميننت الابر واللور. اوكي، الكينانز قريبه للكلاس 1، المولرز قريبه للكلاس 1، هذا طبعا ال6 مقلوع هنا، هذا ال7، واضح الفكره؟ زين، الانجل كلاسيفيكيشن هنا طبعا هو كلاس 1 يكون، سوري، هنا كلاس 1 المولر، بس شنو؟ يكون irregularity عند البيشنت، يعني مثلا يكون عنده crowding، يكون عنده spacing، line of occlusion irregular، اللي هو هذا يميزون بهج حالة الكلاس 1 مال occlusion على الكلاس 1 normal occlusion. فالأساس هنا حسب angle تعريفه للكلاس 1 هو المولر، يعتمد على المولر، بس شنو؟ ما يركز على بقية المشاكل. يعني هنا اجوا هم بعدين أكرمان وبروفيت، لا، يعني سووا كلاسيفيكيشن جديد للمالوكلوجن وميزوا بين الكلاس 1 نورمال اوكلوجن والكلاس 1 ايديال اوكلوجن والكلاس 1 مال اوكلوجن. يقول لك صح هي المولر تبقى كلاس 1، بس اكو الريجولار لاين اوف اوكلوجن، ان اوت روتيشنز، كراودنج، سبيسنج، ديب بايت، اوبن بايت، وهكذا، واضح؟ نجي للايتيولوجي مالت الكلاس 1. الايتيولوجي ايضا ممكن يكون سكيليتال مثل ما نعرف، هو هذا الكلاسيك classification، ممكن يكون soft tissue، ممكن يكون dental and local factors. نجي هنا واحدة واحدة. skeletally طبعا ال patient قبل class 1 mal occlusion اللي قلنا هو بمن اعتمدنا، وقلنا هذا ال patient class 1 mal occlusion اعتمدنا على ال incisor classification، واتفقنا على هاي النقطة. هذا ال patient ممكن يكون skeletally 1 أو 2 أو 3 مثل ما تشوفون بهذا الدياجرام. هذا skeletal class 1 والincisors class 1، هنا البيشنت skeletal pattern، skeletal class 2 pattern، بس الincisors مالته هم ما تشوفها تقرا class 1. ليش؟ يصير شوية retroclination بالupper incisors وproclination باللower incisors، وتبقى هذا الrelation مالت اللower incisal edge ويا السنجلم بلاتيوم مال الupper تبقى class 1، بس هو skeletal class 2. والنقطة الثالثة هذه كلاس 3، شوف البيزل بون مالت الماندبل متقدم عن المكزلة، بس هم ايضا شي يصير؟ يصير ريتروكلينيشن باللور، بروكلينيشن بالابر، يصير كلاس 1 انسايزر ريليشن شيب. ليش هيك يصير؟ شنو السبب؟ السبب الدنتو اريفيولر كومبنسيشن، هذا تحفظ المصطلح كلش جيد، الدنتو اريفيولر compensation، يعني السوفت تيشو تغير الاكسيال انكلينيشن اوف ذا تيث اوبوزيت تو ذا سكيليتال ريليشن شيب تو كومبنسيت فور ذا سكيليتال ريليشن شيب. يعني راح اوضح لك انه البيشنت مثل هو سكيليتال كلاس 3، مثل هذا البيشنت، هذا سكيليتال كلاس 3، الانسايزرز كلها كلاس 3، طبعا هذا ما له علاقه بالكلاس 1 مالوكلوجن، بس حاط الصوره هذه حتى نفهم شنو هو دنتو اليفيلر كومبنسيشن. اذا تشوف اللور انسايزرز هنا صار بيها شنو؟ ريتروكلينيشن. اوكي، السبب شنو مالت ريتروكلينيشن؟ السبب انه
البيشنت هذا عنده incompetent lips بسبب skeletal class 3 ما عنده غول متقدم فتكون lower lip away from the upper lip they cannot maintain an anterior oral seal so he tried to get this oral seal by muscle contraction يحاول قدر الإمكان يسوي competent lips ويسوي muscle contraction فبالتالي lower lip من يسوي contraction شو حتسوي حتضغط على lower incisors سويها retroclination مرور الوقت إلى أن يصير competent ويا upper lip بنفس الوقت التانك شو يسوي يسوي proclination بالupper incisors بهذه الصورة ما صاير طبعا الاكشن مال التانك بس اكو صور اخرى لا يصير بيها يبين واضح اوكي فيصير بروكنيشن بالابر انسايزرز الابر ليب هم حتتقدم اللور ليب حترجع تقل السيفيريتي مال الكلاس 3 يعني شوف البروفايل مال البيشنت ما يبين كلش سيفير ولا هو هذا سيفير بس الصراحه اعطيك من نسوي مو كومبنسيشن احنا بالاورثو شو نسوي نسوي دي كومبنسيشن يعني نرجع الوضع مثل ما كان يعني لدن اللور انسايزرز نرجع نسوي له بروكلينيشن لان مو هذا الصحيح مالته يصير الكيس ورسند كلاس 3 كلش قوي يصير واضح؟ سؤال يقول زين ليش دكتور شو تسوي؟ احنا شو نسوي حتى بعدين وراها سيرجري نرجع الامور مثل ما كانت نوخر السوفت تيشو نرجع الامور مثل ما كانت حتى الجراح بعدين يسوي ادفانسمنت للماكزيلا سيت باك للماندبل يصير البيشنت سكيليتال كلاس 1 فهذا هو دنتال ليفلر كومبنسيشن زين ايضا هنا نشوف واحده من الكيسات اذا تشوفون هذه شنو الكيس هسه اذا تشوفها هاي الصوره هذه شنو الكلاسيفيكيشن مالتها دايجنوستس شنو الدايجنوستس مالتها هذه الكيس Diagnosis هو الطلاب إذا تسمعوني جاوبوا رجاء على الشات شنو الدياجنوسيس مال هاي الصورة اللي راويتكم إياها؟ كلاس 3 اوكي الغالبيه هم كاتبين كلاس 3 طبعا اذا نجي على الانسايزر كلاسيفيكيشن زين فهو طبعا بين الكلاس 3 وكلاس 1 واضح يعني انا اتوقع انه اللور انسايزر ايدج شوي متقدم عن السنجل اب بلاتي فهو قد يكون كلاس 3 زين بس ممكن انا ايش اشوفها هذه اقول هذا الكيس هو كلاس 1 مال اوكلوجن هذا الكيس هو كلاس 1 مال اوكلوجن او حتى ذا الانسايزرز كلاس 3 بس هي اكسبتد على الوضع هذا بس تبقى هنا اكو مشكله انتبه لها وهذه طبعا تخص المحاضره السابقه للسبيس اناليسز من اجي اسوي سبيس اناليسز اشوف هذا البيشنت ايش عنده هنا باللور عنده كراودنج اوكي زين من اجي اني اريد احل هذا الكراودنج بالفيكس اورثودونتيك ابلاينس أول شيء تحط ببالك إيش حيصير بهن ذني lower incisors من سويهن leveling and alignment اللي هي the first stage of orthodontic treatment شو يصير بهن؟ يصير بهن proclination أوكي؟ من يصير بهن proclination شو يصير الكيس؟ يصير class 3 سواء يقول الدكتور مول بالأبر هم أكو crowding هم يصير proclination صح بس انت هنا حسب السبيس اناليسز وين حيصير اكثر بالابر لو باللور انت تقدر هنا هسه تقريبا اكو كلاس 3 تندنسي اي تقدم باللور حيحول الكيس الى كلاس 3 اوكي العفو طفي المايك من يومكم منو فتح المايك شباب زين يا بي ف هنا طبعا اكو خطوره بالموضوع ليش يعني انت
ممكن تحول الكيس من كلاس 1 الى كلاس 3، سواء يقول دكتور انا ايش اقدر اسوي؟ هو يعني هو الكيس صحيح، بس لازم نفهم البيشنت، نقول له انه انت عندك كلاس 3 تندنسي، ما عنده بغير يدي يتقدم او اللور تي 3 تتقدم، ممكن نحتاج نسوي لك اكزو باللور، ديستلايزيشن، اوكي، اكسبانشن بالابر باللور، ستريبنج، وهكذا. هسه راح نتطرق لهن السبيس كريشن. ممكن يصير هذا كروس بايت ديورنج تريتمنت وكلش عادي يعني، بعدين ترجع تسوي كلاس 1. واضحه الفكره؟ زين. الفيرتيكال ريليشن بالكلاس 1 ممكن تكون عندك نورمال اوفر بايت مثل هذه الصوره، ممكن يكون عندك ديب بايت وذ كلاس 1 مالوكلوجن، ممكن يكون عندك ريديوسد اوفر بايت او اوبن بايت وذ كلاس 1 مالوكلوجن. كل الاحتمالات وارده مثل كلاس 2 مثل كلاس 3. مثل هسه هنا مثل عندنا سلايدز انتيرير اوبن بايت، هنا سيفير اوبن بايت، بس هذني كلهن كلاس 1 مالوكلوجن. اوكي، ايضا بالترانسفيرس ريجاردينج ذا سكيليتال فاكتور، بعدنا بدنا نحكي الترانسفيرس ممكن يكون مايلد بوستيرير كروس بايت. الترانسفيرس ممكن يكون مايلد بوستيرير كروس بايت يونيلاترال، وطبعا هذا موستلي يكون اسوشيتد وذ ميد لاين شيفت. واضحه الفكره؟ زين، من نشوف ميد لاين شيفت وبوستيرير كروس بايت لا تبدي تصلح الميد لاين شيفت. عفوا، شو البوستيرير كروس بايت؟ سوي اكسبانشن. احنا قلنا هسه اذا يونيلاترال كروس بايت لازم شو نسوي؟ يونيلاترال او بايلاترال اكسبانشن؟ دي يتذكر يجاوب. يونيلاترال او بايلاترال نسوي اذا اردنا نسوي، اذا عندنا يونيلاترال بوستيرير كروس بايت، الاكسبانشن نسوي يونيلاترال او بايلاترال؟ بايلاترال. فيري جود، بايلاترال نسوي. اوكي، ليش؟ يعني هو الكونستركشن هو بايلاترال كان، بس بين بس بجهه واحده، يسوي اول شيء يسوي بريماتشور كونتاكت بعدين يستقر على جهه واحده، بس هو الكونستركشن بالماكزيلا هو بالاوريجينالي هو دا يصير بايلاترال. زين، دوت ثم ساكينج مثل ماوث بريثر وهكذا، جهتين هي سيرفين كونستركشن. فاحنا شو نسوي؟ نسوي بايلاترال اكسبانشن. مثلا هنا انا استخدمت كوات هيليكس، اكيد حكى لكم دكتور حيدر عن الكوات هيليكس. مجرد ما صلحت البوستيرير كروس بايت الميد لاين من واحده صح. هذا شوفوا هذا الصور، شوفوا هذا الميد لاين من واحدة صحح، بعد ما أقلعت من جهة وأشفت جهة من هاي، هو من واحدة يصلح. واضح؟ فيصير عندنا ممكن يكون mild posterior cross bite، وهذا عادة associated with mandibular asymmetry and or maxillary constriction. أوكي؟ maxillary constriction ممكن يصير يكون هو السبب مال هذا ال cross bite، هذا واحد من الأسباب. ولذلك قلنا شنو نسوي؟ نسوي bilateral expansion ويصلح الميدلاين، او يكون شنو؟ ماندبلر اسيمتري. الماندبلر اسيمتري هنا اصعب الموضوع يكون، جدا صعب. ليش؟ انت عندك الماندبل جهه طويله جهه قصيره، هذا شو تسوي له؟ ما تقدر لا يفيد لا هايركس لا اكسبانشن، هذا شلون تحله؟ هنا طبعا شوي الموضوع صعب، يعني خصوصا اذا هو شوي اكو ديفيشن بالماندبل صاير. البيشنت هنا طبعا نقول يا بت مثل تشيف كومبلين مالتك تقول ديفيتد ماندبل، فاحنا كاورثو نقدر نعدل الدنتيشن، بس يبقى عندك مشكله هاي لازم سيرجري، انت تعدل الماندبل، تريد تعدل فيشل اسيمتري اللي صاير عندك، هنا لازم سيرجري. اذا جراوند بيشنت اكو ابلاينسز اللي هي يسموها الهايبريد ابلاينسز، هذه تقلل من الفيشل اسيمتري والديفيتد ماندبل اللي موجوده. واضح؟ يعني جهه تشتغل على كلاس 2 جهه تشتغل على كلاس 3، بالضبط الجهاز هو هذا الهايبريد ابلاينس، نص من عنده يصير شلون المونوبلوك والنص الثاني يصير مثل الفرانكل. بالضبط هاي فكره جهاز الهايبريد، حفظوا هذا الهايبريد ابلاينس يستخدموه حالات فيشل اسيمتري للجراوند بيشنت. شلون الفانكشنال ابلاينس؟ بالضبط جهه من عنده تكون مونوبلوك، جهه منها تكون فرانكل،
زين بيواجهها حسب الديفكت اللي موجود. موضوع جدا صعب هذا بالدراسات، احنا يعني شرحوا لنا عنه هم يعني ما هو يعني ما وضحوه بصوره كلش كافيه بوقتها بالدراسات، بعدين شويه افتهمناه من دخلنا عند هذول هذا مارسل كورن اللي هو طالب كان عند فرانكل، تذكر دخلت كورس وشوي شرحنا اياه بالتفصيل الممل يعني كلش افتهمناه منه، وحتى بالادلت همات. وايضا لاحقا هسه اكو حاليا كاموفلاج يصير للفيشل اسيمتري وذاوت سيرجري، كاموفلاج يسوى زين يشتغلون على منطقه التي ام جي. هذا طبعا موضوع جديد وبي كونتروفيرسي وبي معارك هوايه وناس تضرب ناس وناس تحكي على ناس. زين انا الحمد لله طبيت فيه ويعني بلشت اكو هواي من الكيسات دا يصير بيها جود ريزلت، وكيسات لا والله يعني ما يصير بيها استجابه، فراسا اقول للبيشنت لا هذه الطريقه بعد ما راح تفيدنا انه نحول على البلان بي اللي احنا حطيناها مسبقا اللي هي السيرجري. لازم من البداية تقول للمريض، مو تقول له 100% أنا أعالجك without surgery وأقدر أعالج وأسوي كاموفلاج للفيشل أسيمتري، لا هذه يعني مستحيل. لازم تحط أنه أكو احتمال أنه ما يصير استجابة، الأدابتيشن ما يصير عندك بالـ TMJ. ما راح أحكي لكم حتى اسم التكنيك لأن هذه يونيك، أنا يعني أنا متعلمها ويعني ما حد يشتغلها حاليا بالعراق إلا يعني يمكن اثنين واحد ويمكن هيك باي دي تشانس، بس انا لا دخلت كورسز عليها دا اشتغلها هسه حاليا كيسات اقدر اقول اكثر من 50% قطت ريسبونس على الفيشل اسيمتري وداوت سيرجري. ال 50% باقي لا، يعني انه حسب اتفاقنا قلت لهم يا بنو انتم انا اجرب، مشت الامور نكمل بس اورثو، ما مشت ماكو ريسبونس ماكو ادابتيشن بالتي ام جي بعد سيرجري. انا من البدايه قايل لك فساعدي مثل واحد من المرضى راح احوله سيرجري، وعندي تقريبا 3 أو 4 مرضى لا تقريبا انحلت المشكله وداوت سيرجري. اوكي ان شاء الله بس تكمل الكيسز انزلها، واللي هم عنده سؤال او فتشي يقدر يتواصل وياي على الماسنجر، لان انا ترى تكنيكس ديتيلز ما اشرح يعني بالفيسبوك حتى لا يساء استخدامها من بعض المتطفلين مع احترامي، بالعكس افرح انه واحد يسال او فتشي، بس البعض ياخذ التكنيك منقوصه يروح يطبقها يأذي بيها المريض. ليش؟ ما يريد يتعب نفسه يقرأ يتعلم، لا بس على السوشيال ميديا. هذه بالمناسبة أكو محاضرة ما نزلت لكم إياها، ذكروني اليوم أنزل لكم اللينك مالتها، يعني حكيت فيها هي هاي على طرق التعلم وشون أكو ناس تسوي إحنا بمصطلحنا تسوي حلاوة بقدر مزروف. يتعلم الدينتسري بالسوشيال ميديا، يريد ما يقرأ كتاب ما يقرأ أرتيكل ما يعرف الأرتيكل من يأخذها. خو السوشيال ميديا مفيدة تراويك أكو شغلات، بس هاي الشغلات مو تتعلم من سوا، هاي دليك سوشيال ميديا تفتح عينك زيد اطلاعك، بس العلم تأخذه من المصدر صادر الحقيقي، مو تجي أنت والله يسألني هاي اشرح لي الطريقة بكومنت، أنا قاعد أعلمك أورثو بكومنتات ما كنت شيء يعني واضح. بس نكمل على السوفت تيشو فاكتور، كملنا السكيليتال فاكتور ريجاردينج ذا ايتيولوجي، نيجي على السوفت تيشو فاكتور. السوفت تيشو فاكتور طبعا مو كلش مهم، مو مثل السكيليتال زين، مو مثل الدنتال اللي هو اهم واحد الدنتال طبعا بالايتيولوجي. هنا ممكن السوفت تيشو شو يسبب لي؟ بس يسبب لي دنتو باي ماكسيلر دنتو ليفرال بروتروجن. زين طبعا سببه هو اللبس بالدرجه الاساس تكون فلاكسد اند التانك ايضا عند بريشر فروم ذا تانك. زين وريشال اوريجنز هنا ذني اللي سببن لي الكلاس 1 مالوكلوجن باي ماكس، اللبس تكون ويك التانك يكون سترونج بالاكشن مالته على التيث، والريشال اوريجنز هي طبعا هذه تكون اسوشيتد وذ نيجرويد بيشنتس موستلي. هنا انا شيء يصير طبعا ديو تو ذا واي ماكس يصير تشينج بالاكسيال انكلينيشن اوف ابر اند لوور انسايزرز ويصير بين بروكلينيشن مثل ما تشوف هنا واضح عندك بالاكس راي بالسيفالومتريك، وهنا هذا الدايجرام يبين لك ايش قد صاير بين بروكلينيشن. اوكي زين نجي للثيرد فاكتور اللي هو الدنتال اند لوكال فاكتورز اللي هو ذا مين ايتيولوجيك فاكتور. موستلي طبعا هو التوث سايز ارش لينث ديسكريبنسي، هذا مصطلح مهم اللي هو يا اما الكراودنج يا اما سبيسنج. توث سايز حجم السن والارش لينث طول دنتال ارش، اكو ديسكريبنسي بيناتهم، يا اما واحد كبير يا اما واحد صغير، يا اما اثنينهم كبار يا اما اثنينهم صغار وهكذا. اثنيناتهم ابنورمال. زين هذا هو جينيتيك لو لوكال فاكتورز. طبعا هنا أنا لازم نعرف انه السايز مالت التوث جينيتيك لو لوكال، السايز مالت التوث جينيتيك فيري جود زين، الارش جينيتيك لو لوكال
الدنتال ارش جينيتيك لو لوكال؟ صار احتمال جينيتيك واحتمال لوكال؟ اذا صار ادابشن؟ هو هذا ممكن يكون جينيتيك ممكن يكون لوكال ممكن اثنيناتهم واضح؟ ممكن يكون هو نورمال بس بسبب الايرلي اكستراكشن هذا لوكال صار وفراكتشر مثل كليفت هذا كليفت طبعا هو الكليفت مو ما يسمى اكو جينيتيك يسموه اكو يسموه كونجنيتال يعني هم انطوا بالكليفت بس مثل ايرلي اكستراكشن اوف ديسيديوس تيث يصغر الدنتال ارش يصير ميجيال مايجريشن هذا لوكال انفيرومنتال واضح؟ زين الايرلي لوس اوف ديسيديوس تيث displaced, impacted, supernumerary, congenital missing, macrodontia or microdontia, macro and micro. هذين كلهن local and dental factors. نجي راح نشوف أمثلة عليهن tooth size, arch length, discrepancy. هنا نشوف genetic factor. هذا father هنا طبعا حاطين له composite حتى يسدوا له spaces وspacing عنده. Okay. هذه بنته وحتى أيضا ابنهم ما كلهم أنا شوي لهم ortho وقسم منهم هذا veneer مثل. أدوم spacing general spacing هذا genetic factor لا محالة واضح يعني زين دول patients ما أتي مثل هنا أنا مثل لا دول patients صاير crowding هذا كله هذا يسمى tooth size arch length discrepancy شنو السبب crowding يعني أنا حسب ما أشوف السايز مال التيث قد يكون normal هنا سايز مال التيث normal الarch ممكن يكون small in size وذلك صار crowding هنا لا السايز مال التيث سمول شوف هذا طبعا اللاترال ذن يكون كومبوزيت مسوي لهم واضح هنا مثل الدوتر واضح شوف اللاترال سنترال كل الاسنان سمول ان سايز ذن لو شوي لارجر ما يصير اتوقع حتى سبيس او يكون اقل سبيس اوكي زين الايرلي لوس اوف ديسيديوس تيث ممكن يسبب لي مال كلاس 1 مال اوكلوجن مثل قلع اللور اي صار ميجر مايجريشن بال 6 هنا 5 صار لينجوال ديسبيس او احيانا يكون امباكتد واضح هذا واحد من الأسباب. Displaced teeth. Displaced هنا طبعاً unknown الإيتيولوجي مالتها. يعني ليش هذا الكلام طلع بوكالي؟ يعني سواء يقول دكتور crowding مو شرط. يعني أحياناً يكون well aligned arch والspace is available. كافي الspace إنه يصير eruption للكلام. ومع ذلك هو يطلع بوكالي أو palatally. والسي موجود. زين هذا central lateral كل من ضرب الـ A ضرب الـ B وقعه سواء الشيدينج ونزل بمكانه هذا ليش طلع بوكالي؟ ليش ما ضرب الـ C ونزل بعد مكانه؟ خصوصاً هذه الجهة مثل أكو سبيس كافي فال يكون أنون أحياناً ليش أنه هذا ديسبيس؟ توث باد يكون أبرنت واي أسباب أكو إلا هنا مثل الإمباكتد سأقول دكتور هذا مو إمباكتد هذا إرابتد هذا ديسبيس هذا ديسبيس ليش؟ أنت شوف السي هذا سنترال لاترال سي سي اذا ينقلع السبيس كافي للكناين بعد ليش الكناين ما ضرب السي واجى قاعد بالكوركت بوزيشن ما حد يعرف توث باد ابيرنت ان بوزيشن جينيتيك فاكتورز انون ما حد يعرف هنا هي المصيبه هنا هذا امباكتد هذا الكناين امباكتد ليش هذا السي هذا سنترال هذا لاترال هذا سي فهنا هو صاير عندي انفكشن هذا كله يعتبر من ضمن الكلاس 1 مال اوكلوجن مو شرط يعني مو كل امباكشن تقول لي هذا كلاس 1 مال اوكلوجن احيانا يجي امباكشن ويا كلاس 3 واحيانا يجي امباكشن او ديسبيسمنت ويا كلاس 2 ما له علاقه حسب الاوفر جيت والانسايزر كلاسيفيكيشن بس هذني موستلي اسوشيتد وذ كلاس 1 سوبر نيومراري تيث هم تكون قد تكون ايتيولوجي هي ايتيولوجيكال فاكتور يعني هسه نجي احنا سوا واحد يقول دكتور وين هن سوبر نيومراري وانا انا ما منطق كروزر فيو حتى تبين بس على هلا انا ما عندي مشكله هاي من السنترال لل6 كل الاسنان موجوده السنترال لاترال كناين 4 5 6 هيك تحسب تيجي هذا لا هذا مو سنترال هذا السنترال لاترال ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا واضح اذا هنا ايش صار عندي سنين يشبهن اللاترال اذا واحد منهم سوبر نيومراري هذا كناين هذا 4 ال5 6 من بينات كلش بالصوره المهم هنا عندي سوبر نيومراري زين ايش راح اسوي بهالش حاله دكتور اقلع هذا اللاترال لو هذا اللاترال اول شيء اجي اشوف يا هو اللي اكثر واحد يشبه اللاترال زين هذا او هذا اتوقع هذا يشبه اللاترال اكثر حلو زين يا هو اللي اسهل بالتريتمنت يعني اقلع هذا وازحف هذا السن بمكانه واجيب السنترال لو اقلع هذا بس احرك السنترال بسهوله طبعا يا هو اللي يسهل لي التريتمنت هو اللي اشتغل يعني هذا يسهل لي التريتمنت اذا اسوي له اكستراكشن اشيل هذا السوبر نيومراري حتى اذا كان بالمناسبه
حتى إذا كان شكله كلش أقرب للاترم بهيك حالات، طبعا مو بكل الحالات. ليش؟ لأن هسه راح أشرح لك. أحيانا أنا أقلع الصعب مو سهل وأصعب التريتمنت على نفسي على مود شنو الشكل، ليش؟ أنا أريد سيمتري من يضحك المريض، أريد هذا اللاترم 100% يشبه هذا اللاترم، بس مو بهيك حالات. يعني مثلا هنا أنا عندي هذا، إذا بقيت هذا وبقيت السنترال وهذا شلته، السنترال هذا من يتحرك قدام هذا اللاترال راح يطلع من البون، ممكن يصير نون فايتال. واضحة الفكرة؟ بس عدا هذا إذا عندي حرية بالحركة، بس مجرد وقت أحتاج شوية أصعب ما يخالف أشتغل. بس هنا أنا لا، أنا حتى لو خلينا نقول إنه هذا هو نفس اللاترال الحقيقي، أنا مضطر أقلع. ليش؟ حتى يصير عندي مجال انه اشوف الروت مالت السنترال ايش قد عالي بالفيستيبيول، حتى يدخل لجوا هذا الروت ويدخل بالبون التوث وما يصير نان فايتال ويطلع برا البون. واضح الفكره؟ وهذا بسهوله اسوي له شويه بروكلينيشن، اطلع ارجع الكنايل تنحل المشكله. اوكي. ايضا الكونجنيتال ميسنج تيث، يعني هنا أنا مثل تكون تسبب لي كلاس 1 مالوكلوجن، هنا أنا مثل اوليغودونشيا بيشنت عنده هواي مثل اللاترال ما موجود باللور، المولرز بري مولرز هواي كلش هواي عنده ميسنج، هنا أنا مثل اللاترال كونجنيتال ميسنج صاير. زين، نجي هسه الانواع مالت الكلاس 1 مالوكلوجن. الانواع نصنفها الى كراودينج، spacing, diastema, displaced teeth والبايماكس. احنا هسه اليوم راح نحكي على الكراودينج، وما اريد اطول حتى تصير المحاضره كلش طويله عليكم. طبعا شوفوا هذه المحاضره سانزل لكم البي دي اف، بي دي اف معناتها يمكن 5 ل 6 صفحات كلها. طبعا الكلاس 1 انا اطيب محاضرتين، يعني محاضرتين اطيب كلاس 1 مالك لوجن. البي دي اف 6 صفحات ل 7، نفس هذا الحكي موجود، بس الشرح أكو شغلات ما أقدر أشرحها كلها، يعني شغلات العملية مال العيادة والهاي ما أقدر أشرح لكم إياها، من شلون نسوي دايجنوسيس، شلون نسوي تريتمنت بلان، هذه هي اللي طول المحاضرة. إذا أريد أشرح لكم بس المحاضرة يعني نص ساعة كلش كافي عليها، بس ما راح تفهمون شيء. يعني تحفظ إنه هذا كراودينج، هذا سبيسينج، بس من يجيك هيك كراودينج مثل هذا ما راح تعرف شلون تتعامل وياه، ولا شلون تميز اللاترال من سوبر نيومراري، ولا المانجمنت الفيلوسوفي اوف مانجمنت، ليش راح تقلع هذا ما تقلع هذا؟ ممكن تعرف، مو انت تقول لا والله انا مره شفت الدكتور حسين كنت واقف وياه بالعياده قلع هذا. نجي للتايبس اللي هي هذه طبعا، ونجي لاول واحد من الكراودنج، راح اشرح لكم بس الكراودنج ما اطب بالسبيسنج حتى صار تقريبا ساعه هسه صار. زين، الكراودينج طبعا احيانا يكون could be accepted، يعني minor crowding ما مأثر على البيشنت خصوصا باللور انسايزر ريجن، could be accepted، وكل شوية من البيشنت ومن الناس عندهم هذا موجودة وعايف ياكو. احيانا حتى بالأبر احيانا عنده شوية crowding وماشي الامور، واضح ما مسوي له social problem or could be relieved before deciding developing should be considered. اكو عوامل على ضوءها تقرر هل انه you will accept or relieve the crowding، واذا قررت ان تسوي ريليف شنو هي التكنيكس اللي تسوي بها هذا ريليف للكراودينج. هذه الفاكتورز هي البوزيشن، البريزنس اند بروجنوسيس اوف ريمينينج تيث، هذين راح نشرحهم واحده واحده، الديجري اوف كراودينج، البيشنت مالوكلوجن، والبيشنت بروفايل، كل هذه عوامل تاثر لي على الديسيجن مالتي تو اكسبت اور ريليف ذا كراودينج اند هاو تو ريليف ذس كراودينج. يعني مثلا بس انا قررت مثلا عندي هنا البوزيشن بريزنس اند بروجنوسيس اوف ريمينينج تيث، مقرر انه اسوي اكستراكشن تو ريليف ذس كراودينج. انتبه وياي، انتبه، مو قررت اسوي اكسبت تو اكسبت ذا كراودينج، لا، اي ديسايد تو ريليف ذس كراودينج باي اكستراكشن، باي اكستراكشن. يا اصلا اسوي هيك اكستراكشن مثلا هنا والدكتور اقلع الفور لو الفايف، ناش اقول له ترجع للسبيس اناليسيس، شوف ايش قد عندك اماونت اوف كراودينج، اذا سيفير كراودينج تحتاج هواي سبيس تقلع الفور، اذا لا كراودينج بسيط وما تحتاج هواي سبيس تقلع الفايف. واضح؟ سواء دكتور مو هذا اعوج الفايف، اي مو مشكله يتعدى. زين، واحد يقول لي دكتور انا هنا لازم سويت سبيس اناليسيس،
بس لازم اقلع الفور، احتاج هواي سبيس. اقول له لا ما يصير تقلع الفور. ليش دكتور؟ اقول له شوف الفايف هذا بي فولينج بي اندو، خصوصا اذا مسوي له اندو توث لا تبقي شلعه. يقول لي دكتور بس هذا راح يصعب لي التريتمنت، انا ما اريد اقلع الفايف، التريتمنت مالتي افضل اذا قلعت الفور. اقول له صح بس هنا لا تقلع الفور، اقلع الفايف. ليش؟ ان هذا بي فولينج، الفولينج ما راح تطول 5 سنين 6 وراها تصير اندو. اذا اما اذا هي اندو قبل بدون تفكير ابد ما تبقي سن بي اندو تشلع ساوند توث، جريمه لا تغتفر هذه جريمه. سيقول دكتور ما هذا الاوكلوجن يتخربط، تتعلم شلون تحله، تتعلم شلون تسوي انكورج، تتعلم شلون تسوي لوس اوف انكورج، تحط تاد، تحط سكرو، تدخل دورات تتعلم تكنيكات جديده، هذا شغلك مو شغلك تدور سهل اليك، تدور مصلحة المريض وتقول له يا ما راح اقلع هذا بس شوي التريتمنت راح تطول، بس هذا يعني على المدى البعيد يفيدك السن، هذا اندو انفكتد يسبب لك مشاكل بعدين. واضح؟ طبعا بالمناسبة اكو فيلم، يعني هسه الفيلم ما اقدر اقول علمي 100%، يمكن ما ادري ايش اسمه، تومورو توث ما ادري فد شيء على اليوتيوب، فد فيلم مشتهر هو على مشاكل الاندو، شلون انه يسوي كاردياك ارس وشلون يسوي انجا الى علاقه رابطيه، اكو فد ريبورتس. بس هذا المهم شاهدنا وين هذا الفيلم، اذا تشوفه بعد ما تشتغل عنده تقوم تخاف على المرضى مالتك، وان هو يعني كلام ما مثبت علميا يعني، بس اطلعوا عليه، اطلعوا عليه مو حتى ما تشتغل عنده، بس حتى شويه تهتم اكثر بالاندو مالتك اذا تريد تشتغلها ما تصير انفكتد روت كانال. وحتى ايضا يعني تحكي ويا البيشنت مالتك انت نفسك، تحاول قدر الامكان تحافظ على سنك لا توصل هيك مرحله. واضح؟ واذا قررت سن تقلعه فاول واحد راح تروح عليه هو ابو الاندو. نسيت اسم، يمكن شايفيه اكو قسم منكم انا متاكد، انتم ما شاء الله على الافلام والسينما انا متابعيها. زين نجي للكراودنج هنا، طبعا سواحد يقول لي دكتور انت هنا سدوختنا، قلت لنا ممكن الفور ممكن الفايف، على اي اساس؟ هاي هسه راح نحكي لكم اياها. حسب هذا الكلاسيفيكيشن يعني الكراودنج ممكن يكون مايل، ممكن يكون مودريت، ممكن يكون سيفير، حسب هذه الارقام. 4 مليمتر اند ليس هذا مايلد، مودريت 4 الى 8، سيفير 8 اند مور. هذا وين؟ طبعا موجود بكتاب لورا ميشيل. اوكي اكو كلاسيفيكيشن اخر اللي هو مال كونتمبرري اورثودونتكس مال بروفيت، اللي هو 4 مليمتر اند ليس و 5 to 9 و 10 and more، هيك يقسمها بروفيت. واضح؟ احنا مشينا هنا على لورا ميشيل. هنا طبعا اذا كان مايلد، طبعا هو هنا اكو طرق تو ريليف ذا كراودنج، ممكن يكون واحده منها الاكستراكشن، واحده ممكن يكون منها البروكلينيشن، الستريبنج، وهكذا هواي اكو طرق. زين نجي للمانجمنت اوف مايلد كراودنج. هسه احنا عرفنا انه المايلد كراودنج هو ليس ذان 4 ملم. واضح؟ بس واحد يقول دكتور لعد شلون اعرف اني less than 4 او 4؟ نرجع علم المحاضره السابقه للسبيس اناليسز اللي تعلمناها. اوكي من خلالها راح نعرف الاماونت اوف كراودنج. زين دكتور انت تسوي سبيس اناليسز بالعياده؟ لا انا بس ابغى اعرف من خلال اكسبيرينس ومن خلال ما اشتغلت سبيس اناليسز هوايه، بعد بس ابغى الكيس اعرف كم اللي محتاج بالتقريب، طبعا مو حاسبه 100%. بس بالتقريب، وبالتالي اعرف انه احتاج اكزو لو ما احتاج اكزو هنا. واضحه الفكره؟ زين. المانجمنت اوف مايلد كراودنج هواي طرق اكو لها، واحده منها الديستلايزيشن. زين الديستلايزيشن مثل هنا ما ادري اذا الابلاينس انا حاطه، للاسف ما حاطه. راح حاط لكم اياهن بالمحاضره الابلاينسز، صور الابلاينسز مال ديستلايزيشن هواي اكو منهن، بس البندلا يعني مثلا هنا عندي انا سيفير كراودنج. زين سو واحد يقول لي دكتور لا هسه هذه الصوره صح مسوي ديستلايزيشن، اذا تشوفوه واضح هذا ديستلايزيشن باي ريموفبل ابلاينس، باي ريموفبل ابلاينس مو باي فيكس ابلاينس، بريموفبل. زين دكتور انت سويت سبيس بس هذا الكناين بعد مين راح تجيب سبيس للكناين؟ اقول لك صح بس انا بدي اقلع الفور، انا راح اقلع الفور. اوكي بس ليش سوي ديستلايزيشن؟ لان حتى لو اقلع الفور ما يكفي السبيس للكناين، وذن هم بين كراودنج، فاحتاج ديستلايزيشن سبيس واحتاج اكستراكشن سبيس. واضح الفكره؟
فواحدة من الطرق هي الديستاليزيشن. شوف هنا أنا ماكو سبيس، هنا أنا شلون فتح سبيس بين الفور والفايف والسكس. بعدين طبعا قلعنا الفور، سوينا جبنا الكنال وسوينا ريليف للكراودينج. Utilization of leeway space هم ماتها حطيت لكم الصور مات النانس هولدينج أبلاينس يسموه واللينجوال بار. يعني ده تقلع الإي وتحس أكو كراودينج منطقة الكنان والفور والفايف راح يصير. ليش؟ أنت من تقلع الإي راح يصير الميجال مايجريشن بالسكس اللي هو إحنا هذا شو نسميه سمينا الليت ميجال شيفت أتوقع أو الإيرلي ميجال شيفت عفوا. زين؟ فحتى تمنع هذه الحركة وما يصير كراودينج تحافظ على الليوي سبيس ما تخسر تبقي تخلي لينجوال بار باللور أو نانس هولدينج أبلاينس بالأبر مثل ترانسبريتال بار وبي أكريليك. هم صورة موجودة بالبي دي اف محاضرة البي دي اف. ما أدري إذا هذه استخلي أراويكم إياها ليش هاي أنا شوف دار أرتب لكم إياها بالبي دي اف. هذا البندولوم مال ديستاليزيشن هذا واحد من الابلاينسز اللي نستخدم للديستاليزيشن. ما ادري واضحه عندكم الصوره طالعه مالت الوورد؟ طالعه عندكم الصوره عفوا شباب؟ نعم دكتور راح. اوكي هذا همات انذر هم بندولوم بس هذا يعتمد على التات مثبتيه بامبلانت يعني حتى يحصلون سكيليتال انكورج وهكذا. زين بعد اوكي انا اقول هواي طبعا هنا مال ديستاليزيشن اكو طرق اللينجوال اي هذا اللينجوال هذا نشوف هذني الصور مال النانس هذا بعد ما معدل لكم اياها الصور هذا يسمون نانس هولدينج ابلاينس اللي هو شلون الاكريليك ولينجوا وترانسبريتال بار هذا يبقي المولر بمكانه ما يصير بيه ميجر مايجريشن هذا باللور هذا بالابر. زين هذا يسموه يوتيلايزيشن او بريزرفيشن اوف ذا ليوي سبيس واحده من الطرق اللي تعالج بيها مايل ذا كراودينج. زين الثالثه اللي هي انتر بروكسيمال ريدكشن انه ستريبنج يسموه ديسكينج انتر بروكسيمال ريدكشن وات ايفر كل هذني نفس المعنى نو تاخذ من الميجور ديستال ويث اوف ذا تيث باي ابريسيف ستريب طبعا هو طرق اكو هاند بيس خاصه طبعا اكو ديسك اكو بيرات يستخدمون هو اي طرق كلش هواي اكو واضح اكسسيف لور ارش اكسبانشن اللي هو يعني معناته البروكلينيشن باللور انسايزرز هم وحده من الطرق اللي هن نعالج بها المايلد كراودينج يعني اقل من 4 مليم كراودينج تقدر تحله باي Proclination of the lower incisors بس هذا شنو؟ Unstable يكون طبعا هو هذا يعني Lower Arch Expansion هو Transverse يقصد بيه زين وهو هذا طبعا Not Recommended ما يسووه بس عادة هو بنفس Arch Wire شوية يصير Expansion بس هم يقول لك ممكن يكون Unstable وقسم شو يعتبرون؟ يعتبرون هو Expansion نفسه Proclination يعني هو من المصادر يقول لك أنا من أقول Expansion ومو بس بالترانسفيرس أقصد الترانسفيرس والليبيال Expansion اللي هو الفليرنج أو البروكلينيشن هذني كلهن unstable واضح زين نيجي هسه للكراودينج بنكمل انه بالتدريج اذا كان less than 4 مليمتر ممكن expansion هو بالارش واير نفسه يعني ماكو داعي احط كواد هيليكس او هايركس او ما شابه هو نفس الارش واير مال فيكس ابلاينس هو يعطيني هذا السبيس اذا كان اقل من 4 ملم اوكي شلون راح اعطيك مثال شوف مثل هذا هنا اكثر من 4 ملم الكراودينج يعني إذا تشوف هنا الكناين ما له سبيس نهائياً واضح هنا الفايف صح ما صار بي الربشن دي يطلع بس هم الكناين كراودينج أكو باللور فش قررت إنه هذا البيشنت يعني ورا ما شفت البروفايل مالته وإذا تذكرون إنه واحدة من الفاكتورز هو طبعاً هذا الموضوع شباب كلش شائك يعني إحنا هذا بالكورسات تدرون أنا قسم من ذن السلايدات مالتكم حاطها بالكورسات يعني شرحها بس نحط بها معلومات أكثر زين بس انتبهوا وياي before deciding هذين النقاط واحدة منهم هي شنو patient malocclusion patient profile degree of crowding اللي دا أحكي عليها prognosis حكيتها بس خلي أربط لكم بالبروفايل
من اجي اشوف هذا البروفايل مال البيشنت، هذا ميزوبناتيك فيس كلاس 1 كلش حلو البروفايل مالته، اذا افكر اسوي اكستراكشن ذن الابر انسايزز حترجع شويه لورا، زين البروفايل مالته حلو ما اريد اخربه. زين بنفس الوقت ممكن شي يصير اذا ما اقلع، يصير بروكلينيشن مثل ما قلنا قبل شويه، حتى يصير الليفل كراودنج، هو الارج واير حيسوي هم شويه ترانسفيرس اكسبانشن وهم حيسوي بروكلينيشن، هم راح يخرب البروفايل مالتي ويصير شنو انكومبتنت ليبس. هنا أنا طبعا حسب طبعا اكو بيها يعني هنا أنا موضوع اخر يعني ما راح اشرح لكم اياه لان مو موضوعكم، انه شو وقت نسوي اكستراكشن شو وقت ما نسوي اكستراكشن. طبعا اكو كرايتيريا اثنين هم موجودات بهذا البيشنت، وبالتالي قررنا انه ما نسوي اكستراكشن، يعني عرفنا انه ممكن نسوي ريليف للكراودنج وما نخربط البروفايل مالته. بس انتبه انه انا بس مجرد بدلت وايرات شويه، سويت اكسبانشن بالترانسفيرس، شوف السبيسز اللي انفتحت ايضا without extraction، شوف صار عندي space يعني الكناين، كان إذا تتذكر هنا انتبه وياي يعني. شوف الكناين ما إله space، شوف هنا بهذه الصورة الكناين قاعد وصار عنده space همات، كون أساس در space بعد، شوف هذه الأسهم وين مأشرة space صار عندي بالأبر وباللور without extraction، واضح الفكرة؟ فطبعا أكو هواي كرايتيريا ما يسعني كلها أذكر لكم إياها، بس ما أستعجل بالإكستراكشن. اوكي اما اذا كان عندي سيفير كراودينج لازم اسوي اكستراكشن موستلي ان موست كيسز. زين وعاده ممكن انه احنا نقلع البريمولر لان هي صايره ان ذا ميدل بتوين ذا انتيرير اند ذا بوستيرير كراودينج، واضح؟ واكو هواي عوامل طبعا تو ريليف ذا كراودينج، هذه ما راح اشرح لكم اياها لان انا ما مقتنع بها صراحه، موجوده بالمحاضره انه الاكتيف جروث وشلون انه من تقلع يصير سبونتينيوس موفمنت بالتيث وتنتظر 9 اشهر واذا ما تحركت الاسنان تسوي اورثودونتيك. انا صراحه يعني عندي تحفظ على هذا الموضوع، بس للامانه خليت لكم اياه وحطيت لكم اياه بالبي دي اف لان هذا موجود بكتاب علمي ما اقدر، بس انا بالنسبه لي ابد ما اعترف به ولا اطبقه. اوكي السبيسنج بعد ما راح احكي لان صارت المحاضره طويله. شو بقى عندنا؟ انتبهوا المحاضره الجايه اذا طيبين يبقى عندنا موضوع السبيسنج وموضوع الميديان دايستما والبايماكس، وهذه طبعا دايستما وحده هو بيها حكي واضح يعني تشوفها بسيطه يعني دايستما كومبوزيت نص ساعه بساعه تخلص، لا تشوفون ايش قد بيها حكي وشنو الانديكيشن والكونترا انديكيشن. اذا اكو احد عنده سؤال استفسار شباب فشي ما واضح ما مفهوم بالمحاضره قبل ما ننهي الاجتماع اي شيء عندكم انا حاضر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور بس مثلا إذا عدنا كلاس 1 كراود وعدنا إنه يعني إنه لازم نسوي الإكستراكشن، يعني قرر إنه لازم نسوي إكستراكشن، فعدنا مثلا اللور 6 يكون إندو، نعم إحنا بهالحالة شو نختار؟ نختار نقلع ال الفور لو 6. Very good question. Very good question. طبعا هذه هي من أصعب decisions، من أصعب decisions اللي إحنا نتخذها بالعيادات مالتنا، أصعب قرارات. زين هنا طبعا مو بس ال 6 أحيانا يكون بإندو أو فولينج، لا أحيانا هو يجي أصلا مريض قال على ال 6، واضح؟ هذه همات مشكلة. طبعا شوفوا أنا يعني ما أقدر أشرح لكم كل موضوع قد يكون شوية صعب عليكم، بس أكو شيء يسموه البولتون ريشيو، هذه هم تحددني. يعني إذا خلينا نقول patient يحتاج extraction الفورات كلهن in all quadrants، بس قلنا واحد من كيسات شنو عنده 6، عنده 6 يحتاج extraction وال 6 be endo، أنا ممكن إيش أسوي؟ ممكن إيش أسوي؟ أقلع ال 6 واقلع الفورات الباقيه، هذا واحد من الاوبشنات. التريتمنت راح تكون اصعب، اي طبعا اصعب، تقدر تحصل ايديال اكلوجن ممكن بس صعبه، وممكن ما اقدر احصل ايديال، احصل نورمال اكلوجن بس مو ايديال. ليش؟ لان هنا انت قالع 6 هناك قالع 4، الميجور ديستال ويدث مالت ال 6 وال 4 يختلفه،
هذاك 10 مليم، هذا 4.5 5.5 مليم، الويدث مالته 7 مليم عفوا 6، وهكذا. فبالتالي من تسوي ريتراكشن ولوس اوف انكورج ما تقعد كل المولرز كلاس 1. كان ممكن واحد يصير كلاس 1 واحد قريب للكلاس 2، الميد لاين شويه يشفت عندك، هذه واحده من المشاكل. اللي شجعني انه اقلع ال6، اللي شجعني انه اقلع ال6 اذا كان ال6 الاذر سايد بي كيريز او بي فلينج، هاي بدون تفاهم ابد بعد ما ادنا للفور، راسا اقلع ال6. راح اعطيك مثال اخر، يجي بيشنت كراودنج كلاس 1 يحتاج الفورات 4 ينقلعان، اشوف ال6 4 اندو، السكسز أربعة اندو، واحد منهم كيريز واندو شنو يعني من هاي الفولينج الكبيرة قبل أربعة، أقول السكسات أربعة تقلع. دكتور الحياة يقول ما لك علاقة، السيفن موجودة جيب السيفن مكانه، وأنا ما أحتاج واي سبيس، أنا أريد يضيع نص السبيس، سيرك ريليف للكراودينج، ما رجع الأسنان كل شوية لورا، هنا أنا أشجع أربعة نقلعهم السكسز، إذا كلاس 2 بالأبر 2 نقلعهم، وهكذا. واضح الفكرة؟ ايه شكرا لك. يا اهلا شباب، اذا احد عنده سؤال بعد او استفسار، اي سؤال او استفسار ان شاء الله ننزلكم المحاضره على المودل اليوم بي دي اف، والفيديو اذا شفت الفيديو صعب ينزل على المودل، لان كلش المودل صار مزعج هالايام، يعني انا الكويز مالتكم لسه ما كملت، صعب القوه دا صححه زين، ممكن انزل على القناه مالتي اليوتيوب زين. If we have convex profile due to proclination of the lower incisors, how we can enhance the profile. Okay, very good question ساره رسول. طبعا هنا اكو مشكله، اذا عندك convex profile و proclination of the lower incisors، طبعا هو ال proclination of lower incisors مسوي بالمناسبه مسوي convex profile، اللي يسوي كونفكس بروفايل هو الماكسيلا اذا كان بروميننت، او الابر تيث اذا كانت بروترودد، والماندبل او تشن اذا كان ريسيفنج، هذا يسوي كونفكس بروفايل. بس اللور انسايزرز بالعكس هي تقلل السيفيريتي مال كونفكسيتي، لان تسوي بروكلينيشن باللور ليب حتى تحاول تسوي كومبنسيشن، واضح؟ تسوي كاموفلاج. فهي هذا هنا اكو عندي، يعني اذا كان كونفكس بروفايل انا بعد، واللور انسايزرز هي اصلا بروكلاين، بعد ما اقدر اسويها بروكلينيشن، لازم اكون حذر. ليش؟ لان يعني احيانا شو نسوي احنا بالكلاس 2، نسوي كاموفلاج تريتمنت، نرجع الابر نقدم اللور وذاوت سيرجري زين، حتى شنو نقلل السيفيرتي، نعدل السوفت تيشو بروفايل. هنا تنتبه اذا هو كونفكس واللور انسايزرز اصلا بروكلاين، تحط ببالك انه ما تقدر تسوي لها بروكلينيشن. سواء اقول له دكتور شو اسوي؟ اقول له ذا بيشنت ادلت تقلع باللور هو كلاس 2، سيقول الدكتور انت جاي يعني تخربط بالمعلومات، لا تقلع باللور حتى ترجع اللور انسايزرز لوضعها الطبيعي، وتحول البيشنت للسيرجري حتى يقدم له الماندبل ويصير كلاس 1، اللي هي يعني صعبه التريتمنت، بس هي هاي الايديال تريتمنت. فور لور ارش اكسبانشن دون اونلي باي ارش واير، طبعا موستلي هو الارش واير كلش كافي، طبعا هم اكو اكسباندر باللور مثل ما اكو بالابر، بس قليل نستخدمه، حالات نادره بس بالسيزر بايت دورات اذا نحتاج نسوي، بالسكرو نقدر نسوي، مثل اكو يسموه شلون الكواد هيليكس يسموه دبليو ارش، هذا اللي اللور يستخدمه يسوي اكسبانشن باللور، واضح؟ والارش واير همات هو كلش كافي انه يسوي اكسبانشن. اذا اكو سؤال اخر شباب، اوكي ان شاء الله ننهي المحاضره ونلتقيكم اذا طيبين على الاسبوع القادم حتى نكمل بارت 2 من كلاس 1 مال اكلوجن. اتوقع الحكي اللي باقي شوي اصعب بعد من هذا، شوي اقروها هاي المحاضره، طلعوا عليها خصوصا المحاضره الجايه شباب، راح احكي على الدايستما، وهذا ويعني موضوع انه هو كوزمتيك اند اورثو، فارجو ان تنتبهوا له زين، لان يعني تحتاجوه هواي بحياتكم بالمستقبل. اوكي نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم بخير إن شاء الله، مع السلامة.